سلام الله عليكم، اهلا وسهلا بكم اعزائي اعزائي اوفياء تلمارك في كل مكان في حلقه جديده من برنامجكم الاسبوع الرياضي. الاسبوع الرياضي وكالعاده وقفه مع الحدث، وقفه مع قضيه، مع اشكاليه، مع ملف مثير للجدل في الرياضه الوطنيه وكره القدم على وجه الخصوص. في حلقه اليوم سنتوقف عند افلاس البطوله الوطنيه في قفص الاتهام. عدة مؤشرات تسير في هذا الاتجاه، عدم إشراك لاعبي البطولة الوطنية في المنتخب المغربي الأول، والخروج المتتالي والنكسات المتتالية للكرة المغربية في حدثين كبيرين، الأمر يتعلق بكأس العرب في دوحة قطر، وفي نفس المدينة خروج للرجاء الرياضي من منافسة ومن نهائي كأس السوبر أمام الأهلي المصري. لمناقشة هذا الموضوع معي في بلاتو تيليماروك ضيوف لهم إلمام، لهم صلة ولهم معرفة بهذا الموضوع، بهذه الإشكالية. باسمكم جميعا نشكرهم على تلبية دعوة البرنامج. مرحبا بك معنا سي يوسف شاني، الإعلامي المحلل الرياضي وأيضا الصحفي بمحطة دوزان، راديو دوزان. تحية لك سي حسن وتحية للمشاهدين. معايا زميل صحفي محمد عزيز من جمهورية مصر الشقيقة، الإعلامي والمحلل والمتتبع واللاعب السابق الملم بالبطولة والدوري المصري. مرحبا بك معنا. أهلا بك سي حسن، وأهلا بسي يوسف، وأهلا بسي ماجد، وإن شاء الله تكون حلقة ممتعة. معنا مجيد أيضا مجيد الخال الإطار الوطني، مرحبا بك. أنا الأخ حسن، أنا متابع قناة تاني مرة. البداية بما حدث في الدوحة مؤخرا، سقوط جديد للكرة المغربية، الرجاء تخسر كأس السوبر. قبل ما نبدأ مع الضيوف الأفاضل النقاش في موضوع السقوط الجديد للرجاء في قطر، غادي نمشيو مع الزميلة أسماء صلوان في شاشة تفاعلية ثم نواصل الحديث. مساء الخير. ضيع الرجاء الرياضي فرصة التتويج بلقب السوبر الإفريقي بعد خسارته بضربات ترجيحية أمام الأهلي المصري بعد نهاية المباراة بهدف لمثله، خسارة أثارت السياه وغضب الجماهير الرجاوية خاصة، وفجر مساندو النسور غضبهم على المدرب البلجيكي مارك لسوء اختياراته في تشكيلة المباراة ولتأخره في القيام بالتغييرات التي كانت من الممكن أن تعطي شحنة أخرى للفريق. هاجمت الجماهير الرجاوية محمود بن حليب لاعب الفريق بعد خسارة السوبر، علما أنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها للانتقادات، مطالبين من المكتب المسير بتسريحه خلال مرحلة الانتقالات الشتوية المقبلة. ونقرأ مشاهدينا من بعض تعليقات لمشجعي الرجاء. الاستغناء عن الشبي في أوج العطاء رفقة الرجاء بتركيبة بشرية متواضعة أمر غير مقبول، خطأ فادح. للأسف الرجاء لم يقدم المستوى المطلوب، وخاصة المدرب لم يقم بالتغييرات اللازمة. التعليق الثالث. بالضبط، المدرب التونسي كان يقدم مستوى رائع بالرغم من أن إدارة النادي لم تعوض بنون ورحمي ومالونغو، لكن سوء التسيير يضيع الكثير والنتائج بدأت تظهر. التعليق الأخير. اللاعبون قاموا بالواجب إلا اللاعب محمود بن حليب، المدرب كان جيدا من خلال طريقة اللعب لكن لم يدبر نهاية المباراة بالشكل المطلوب. أكد المدير الفني البلجيكي مارك فيلموتس لنادي رجاء الرياضي أن الدقيقة الأخيرة هي من جعلت النادي الأهلي بطلا لكأس السوبر، وأضاف في تصريح صحفي: توقعنا صعوبة المباراة أمام فريق بحجم الأهلي يمتلك لاعبين أصحاب خبرات كبيرة، وعلي أن أشاهد المباراة مرة أخرى لمعرفة ما حدث. الفريق سيواصل العمل على تحسين الأداء والأخطاء في قادم المباريات على أمل العودة إلى الدوحة مرة أخرى.
يعيش أنيس محفوظ رئيس نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم تحت ضغط كبير خلال الفترة الحالية، وخصوصا بعد ضياع لقب السوبر في آخر اللحظات، وذلك من أجل تلبية مطالب الجماهير الخضراء بالتعاقد مع أسماء وازنة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. حظ أوفر للرجاء الرياضي ولباقي الفرق المغربية المشاركة في المسابقات الإفريقية. عودة الآن إلى استوديو الأسبوع الرياضي. يوسف، خروج المنتخب المغربي المحلي من الدورة العربية ومن قطر أيضا جاءت نكسة أخرى، نكبة أخرى، نكبة الرجاء. كيف تفسر هذا الهبوط في أسهم الكرة المغربية؟ هزيمة الرجاء ما غاديش نعتبروها نكبة، لأن الهزيمة كاين في مباراة واحدة السوبر إفريقي كتكون بلوس تشريفية. أنا ما كنهضرش على المنتخب المحلي، انا كنقول بانك تجي كتلعب مباراه واحده في 90 دقيقه ممكن يحصل فيها اي حاجه. الرجاء اكيد انهزمت بضربات الجزاء، سمعت في التدخل ديال الزميله الناس كانوا كيتقلقوا، راه لا ماجوريتي اللي كنتي كتبع لي ريزو سوسيو فهما حتى واحد ما كان كيثيق ان الرجاء غادي تظهر سواء دفاعيا ولا هجوميا، ولكن واش غتشد النفس مع النادي الاهلي اللي كيعرفوه بنا عنده من ناحيه التقنيه، عنده ان ستاف في اكثر من 30 واحد، عنده لاعبين كيمتازوا بالقوه الجسمانيه، كيمتازوا يعني كيبقاو لاعبين حتى لاخر دقيقه. اللي يمكن نقولوا انه الجمهور ديال الرجاء ما كانش كيظن على ان فريق الرجاء غيظهر بهذاك المستوى اللي غادي يقدر انه يدي كاس السوبر افريقيا. كاين شي وحدين كاع كانوا كيقولوا يا عم ما نتشوهوش، دونك ما يجيوش دابا يقول لك. يقدروا يعاتبوا بعض اللاعبين اكيد، لان كاين عتاب غير اللي كاين، وانه انا بالنسبه ليا الا كان المدرب كنا غنصفقوا ليه في الاخر، لانه يمكن ديك باش هذيك الطريقه باش بدا والتشكيله باش دخل، لان راه فاجأ الجميع، لان باش دير بن حليب ومتولي والحفيظي واحدد من منذ الدقيقه الاولى وزيد عليهم نقومه افوكاسيون اوفونسيف، حتى واحد ما كان كيتسنى وداير زريده في البون دو توج. بما انه يمكن حيينا فيه ديك الشجاعه ديال يلعب الرجاء كونتر ناتور، يلعب ديفونسيف، بما انه كذلك يتحمل المسؤوليه الكبيره، واللي هو اللي جاني في شكل هو انه نجح في الصعب وسقط في السهل، وانه كما نقولوا ديك التحرميه ديال الكره ممكن انه كان يقدر. ولكن هنا اللي كان دائما كنقول لك، وكان شي ما نقولوش مغربي معاه، ولكن يمكن داك المعقول ديالو خلاه انه طاح في داك الفخ، لانه دار يلاه دار دو شونجمون، ثلاثه ديال لي شونجمون كان ممكن انه يربح بعض الدقائق. أستاذ عزيز شاني، يوسف شاني قال بأن كل التوقعات كانت تصب في صالح الأهلي، وأي نتيجة غير فوز الأهلي كانت ستكون تقريبا مفاجأة بالنظر إلى التكهنات التي سبقت هذه المواجهة. هل تعتقد أن الأهلي لم يكن في يومه؟ لا، أنا بس قبل ما أبدأ حسن أقدم تعازي النادي الأهلي وجماهيره للمشجع الرجاء البقاء لله مصطفى، ربنا يتولاه برحمته. طبعا المباراة كانت صعبة جدا، ملهاش أي توقعات، توقعات إن بين فرقتين كبار يقدروا يحسموا المباراة في أي وقت، وإحنا شفنا المباراة على أرضية الملعب اللي أكتر تركيزا وأكتر تصميما هو اللي خد المباراة. الأهلي طبعا كان مرشح على الورق، ولكن سير المباراة من بدايتها كانت الأوراق اتلخبطت عند موسيماني، يعني الأوراق كلها اتلخبطت في إصابة السولية، وكمان 7 لعيبة في المنتخب إرهاق شديد جدا على الأهلي. بدأ المباراة هو بدأ بيغير، يعني أنا شفت الناس بتنتقد طريقة لعبه، هو تامن مباراة حاليا بيلعبها بنفس 3-4-3، ولكن معتمد على حمدي فتحي والسوليه، ولكن الرجاء قدر يخطف في الهجمه المرتده، وكنا متوقعين الرجاء يلعب يعني مدافع. الاهلي كما قلنا في الكواليس بطل اللحظات الاخيره من المباريات، يسجل غالبا ما يسجل اهدافا في الوقت الميت. هو متعود ان هو في الدقيقه 90 يعني بلس 90، يعني اذكرك بهدف ابو تريكه في الصفاقسي. برضو عماد متعب كان اكتر لاعب يحرز اهداف. الاهلي يعني من الصغر ومن الناشئين من قطاع لا استسلام، يعني عنده طريقه ان هو لاخر دقيقه لازم يلعب. دايما كان يقول في مقوله كده
يعني ما تطلعش الاوتوبيس الا اذا انت يعني مطمن ان الاهلي انت هزمته تطلع الاوتوبيس، اما طالما لسه في الصفر اعرف ان انت لسه في ارض الملعب. لا الهدف لابد ان سيكون قادم لا شك فيه. احنا شفنا المباراه سي حسن، يعني الرجاء من الدقيقه 13 راجع الدفاع كامل، وهنا موسيماني قال تصريح قوي جدا، قال لك هم اصلا مش عاوزين يفوزوا الرجاء، يعني هم ادونا الفرصه ان احنا نهجم. ان الاهلي في الشوط الاولاني كان مرتبك جدا، ان هو تغيير اصابه السليه في التوقيت ده كان لخبط الاوراق كلها، والرجاء استغل سرعه احداد، ولم يعني لو استغلها صح في الكور المرتده قدر ياخد هدف، وهدف في توقيت مناسب للرجاء، ولكن لم يستغل تاني ظروف المباراة. الهدف المناسب للرجاء هو لو سجل الهدف دقة 90 للرجاء، هذا هو المناسب. دي بتاعت الأهلي في أقل من أسبوعين، شنو التفسير ديالك؟ أنا كنت من أن فريق رجاء الرياضي يكون هذاك هو يعني الأمل اللي تبعت في كرة القدم الوطنية من بعد الإخفاق ديال المنتخب المحلي، كنا كنتمناو تكون نتيجة إيجابية، ولكن شاءت الأقدار أن اللاعبين ما خرجوش من راسهم هذيك يعني هذيك الكونسنتراسيون اللي كانت تكلم عليها عموتة، لأنه كتجيك هدف دقائق أخيرة فهو هناك يعني قلة ديال التركيز، العكس اللي كان عند فريق الأهلي. انا كيبان لي بانه المباراه ديال الرجاء كانت في المتناول، لانه كتكون فريق اللي كيتعطيه الكره يكون عنده نسبه استحواذ كبيره، فالسلاح اللي يبقى عندك هو الهجمات المرتده، ولا شفنا الحارس الشناوي شحال من مره تصدى الكره، فمره واحده الكره اللي ديال الجبيره اللي شاف لي في الجهه اليسرى، فمن غير ذلك فكان فرحه تامه. بنون برضه يعني كان في هدف كره مهمه جدا رايحه الاحداد، بنون كان يعني انقذها يعني كان في هدفين للرجاء لو استغل، ولكن في كتكون يعني فريق مستحوذ فالخطه المضاده هي الهجمات المرتده، والهجمه المرتده في القواعد هي انها غتكون 6 ثواني خاصك تكون عند الفريق الخصم، وهذه ما شفناش رجاء الرياضي كان متوفق. علاش؟ لانه كان مطلوب من بن حليب اللي كيلعب في يعني في الهجوم زائد احداد لمسانده المهاجمين او لمسانده الدفاع وكذلك وسط الميدان، وديك يعني لا ترانزيسيون يعني التحول السريع اللي كنا كنتمنوه فكان كنكونوا كنستخلصوا الكره، فنقومه ولا اللاعب الوردي فكياخذوها فكيمشيو في لي كوتي ما كيمشيوش في البروفوندور يعني ما كيمشيوش في العمق. هذا الشيء علاش كان فريق الاهلي فيما كانوا هما كيستخلصوا الكره حتى هما ما كانش عندهم واحد كيديروا الهجمه المنظمه، ولكن حتى هما في انهاء الهجمه كان عندهم مشكل لغياب كنظن الهداف ديال الفريق. هو اصلا بدا موسيماني بالتشكيل التشكيل الخاطئ كله، يعني هو يعني المفروض كان في محمد شريف يلعب محطه راس حربه، هو المحطه بتاعه الفرقه، وتاو كان يلعب على الاطراف، هو في الشوط الثاني عدل ده كله، الاوراق دي كلها عدلها، وكان رده فعل قويه للاهلي، يعني الشوط الثاني كله متماكن. انا كيتابع المدرب لانه نعم كيبقاو 3 دقائق بالنهايه ديال المقابله، فخصك يعني لا خاص تسير المقابله، ثلاثه لي شونجمون دقيقه ونص. طيب غادي نواصل الحديث في هذه النقطه، لكن في المحور الثاني ما بعد خساره كاس السوبر. خسارة كأس سوبر ستكون لها مضاعفات على فريق الرجاء، على الكرة المغربية. هو كان من الأفضل، شنو المعمول؟ كنا كنتمناو فريق الرجاء الرياضي يفوز بهذا كأس سوبر، على المستوى النادي كانت ممكن أن تكون تكالما ليزيسبري وإنسان جماهير فريق الرجاء والمحبين يشوفوا بأن أول لقب من بعد تقريبا واحد شهر ولا شهرين ديال هذا المكتب المسير الجديد. الان دابا اللي كيخلي كيصعب الماموريه هو الطريقه باش دات الاهلي هذا الكاس، وانه يعني كونتر توت اتونت كانوا ما كانوش الناس كيظنوا باللي الرجاء دخل تقدر تماركي في ربع ساعه الاولى، ماركات في ربع ساعه الاولى، اكيد هذاك النهج التكتيكي هو اختيار ديال المدرب. لا ما بعد الفوز لا لا اش كنقول لك اش كيصعب هو هذه القضيه ديال علاش بغيت باش ماشي التحليل باش كيوضع المدرب او ثاني في محل تساؤلات في محل شك، كيزيد ياكد هذيك الهضره ديال المدرب ديال بعض الجماهير، رغم انه بعض الجماهير كتقلب دغيا، كانوا مع انه الشاب يمشي شي شويه مما شاف فيلموت مثلا كي ماشي كيخربق زريده الي دروات سبل الي غوش، ولا كيقول واه واقيلا كما كنا خصنا نخليو الشاب. هادشي علاش
كتخلي الوضعيه صعبه للمكتب المسير اللي جات هذه الجائحه خلت انه رغم كيتفاوض مع بعض اللاعبين كان ضروري يتفاوض معهم على بعد، كاين لاعب وانه قام مع عقد مبدئي ولكن مشى فريق اخر، المدرب يبغي شي لاعب يجي من برا باش يشوفو ما كاش ممكن، دونك واخا تبغي تجيب دونك هاد ما بعد كتبقى رهينه. لا تقصد المدرب واش غادي يكون مدرب مستمر؟ لا بن حالي مستمر، بن حالي بهذاك حاله خاصه هذاك ما كيفاش غادي يتعامل مع جميع المدربين اللي تعاقبوا على فريق الرجاء، لقاو معاه مشكل، عنده تقنيات مزيانه، لاعب امبريفيزيبل يقدر يدير لك شي حاجه اللي انت ما كتنتظرهاش، كيف ما ديك الحركه ديال كيشوف ما تنتظرهاش الناس فهمتي. ولكن كنظن على ان فريق الرجاء الرياضي دار ما يكفي باش يحافظ على هذا اللاعب، لكن كنظن انه خصو يمشي بحال حان الوقت باش يمشي. مجيد، كان واحد النقاش في كاس العرب، الناس كيقولوا بان عموته شويه مدرب عنده تعبئه ديال الصرامه والصبيب ديال الصرامه زايد، قالوا الناس بان هذا هو سبب ديال 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 الحاله ديال التشنج اللي كانت في صفوف لاعبي المنتخب المحلي مع المدرب ديال الرجاء، العكس ديالو مطلوق بزاف مع اللعابه، نفس الشيء ثاني لاموه. دابا فين غنقلبوا على مدرب اللي ما صارم ما منفتح؟ هنا غنحيلنا الكلام للطاقم التقني ككل، فهنا كنتكلموا على عموته اللي بديتي به، فعموته حنا كنعرفوه ناجح مع بن محمود، مع رشيد بن محمود كان ناجح لانه كانت صله التواصل ما بين المدرب واللاعبين هو رشيد بن محمود. وانا سعيد عندك حق، كيلعب دور كبير في لا كونيكسيون ديال الجوار، لانه بعد خطرات ما كاينش مساعد مغربي، كاين مدرب مساعد ولكن حتى هو يلاه جا كيكتشف لا دابا فينا نتكلموا على عموته، فعموته اخطا عندما يعني غير الطاقم التقني ديالو في اخر لحظه، فكان واحد الانسجام كبير، راه حضرت معاهم عده تربوسات ما عرفتش علاش تغير. انا كنا كنتلاقاو معاهم في مركز محمد السادس بالمعموره، فكان واحد الانسجام ما بين اللاعبين محمود، عكس عموته اللي كتدربت على يعني في خميسات على يدو، وكان حنا كنعرفوا بانه صارم، ولكن ضروري كان يكون كان معك صارم شويه ضروري كيكون واحد في الطاقم كيكون فليكسيبل، كيكون يعني مرن، كيوصل المعلومه اللي خصها توصل لواحد القاعده، كاين واحد ضروري عكس المدرب. فحنا كنهضروا على المكتب المسير ديال فريق الرجاء الرياضي، فباش تبدل الطاقم التقني في وسط الموسم وانت محت للصف الثاني وعندك اكراه وعندك واحد البطوله ديال كاس يعني ديال السوبر كوب، فهذا هو علامه استفهام اللي خصها تطرح. حيدتي الطاقم التقني، حيدتي الشابي، فعلاش يمشي ابو شروان؟ ابو شروان كنظن انه جاتو اصداء بانهم كانوا كيتفاوضوا مع زكريا عبوب، هذاك الشيء علاش هو كنعرفوا حنا يعني ابو شروان عنده شخصيه، فما رضاش بالامر، حس بهم باللي ما غير مرغوب به، ماشي غير مرغوب فيه يعني، حتى هذيك كانوا يقولوا لي بالكذوب، حيت هو الا بري لينيسياتيف قال مشى، قال له ما ودي يمشي هذاك سنه نمشي، ما حش به، قال له ودي قبل سير مازال ما دويناش معك، عرفت هذيك ديال نقول لك انا الحكايه الحقيقيه ديال الرحيل ديال هشام ابو شروان. مباشره بعد المباراه ديال الرجاء مع سريع وتزم، الرئيس كيتصل بهشام ابو شروان، بغى معلومات علاش الرجاء بهذا الاداء السيء، واحد من اسوء وحده من اسوء المباريات اللي قدمها الرجاء، ياك؟ في هذاك الحديث عبر هشام ابو شروان هاتفيا للرئيس على الرغبه ديالو في الرحيل. الرئيس ما قالش لي لا بغيناك تبقى، ما حسش بانه باغي انني راه اذا هو هو سي حسن فضل. يعني ما تيجي تشوف التكوين الاداره ولا المؤسسه بتاع الفريق، يعني احنا اكلمك على الاهلي او الفرقه الانديه المصريه، يعني في منصب مدير الكوره هو اللي بنظم كل العمليه بين المدرب واللعيبه واوضه اللبس، دايما غرفه اللبس بيبقى فيها مشاكل كتيره، يعني بن حليب مع المدرب متولي مع الشابي، انا بشوف غرفه الملابس بتاعه الرجاء دايما فيها مشكله. مدير الكوره اللي هو انا بقى هنا بحيي الكابتن سيد عبد الحفيظ، يعني 10 سنين وقت مدير الكوره، هو اللي موفر كل الاجواء دي، يعني كهربا بنجوميته ولاعب دولي مزاج على طول، في يعني ما فيش لاعب يقدر يوصل لرئيس النادي، ما فيش لاعب يقعد يقول لك انا هجلس مع المدرب، لازم يطلب الاول موعد مع المدرب عشان يجلس معه ويقول له باللي انت ما بتلعبش بحضور سيد عبد الحفيظ، يعني مدير حفيظ. فهنا الهيكله والتنظيم في المسيرين مختلفه جدا، لازم غرفه الملابس تتظبط ويبقى فيها الكل على قلب واحد
كله هتلاقي النتائج طالعه. لا في المغرب هالدور كيلعبوا شيئا ما شيئا ما كيلعبوا مساعد مدرب. مثلا غنعطيك واحد الاسم بحال مثلا حافظ عبد الصادق فاش كان فريق رجاء الرياضي له مصطفى الشادلي اللي كانوا مدربين مساعدين مع محمد فخير، فهما كان كيلعبوا دور كبير في رأب بعض الصداع اللي كيكون في سميتو هما كيلعبوا هذا الدور. ولكن واحد الاشكال بيبقى تطلع به تاع اعلان ان هو دي مدير الكوره، يعني كل التخصصات تقصد عنده الصفه ولكن باش تغير طاقم تقني في وسط الموسم. فكنظن انه من بين المشروع اللي حط به الرئيس هو انه تغيير مدرب الشباب بالي باش انه اثر على بعض المنخرطين اللي كان عندهم اشكال مع الشباب. ولكن في وسط الموسم كنتمنى ان رئيس فريق الرجاء الرياضي اللي ولا دابا اللي ولا حاليا يشوف امور لي اخرى، يشوف انه يحيد الكريدي، يشوف الانتدابات اللي كيطالب بها الجمهور، لانك في مشى رحيم ومالونغو ففرق كبير مثل الرجاء راه حشومه. واحد كما قلت لك يوسف اننا نتسناو العام يجوا نشوفوه، راه خصو يجي سيني واش بانوا مشى دار تاس الي، راه خصنا نجيبوا الاسماء لان فريق الرجاء هذا الجائحه اللي خلات اللاعبين ما يجيوش ولا ما يجيش يشوف حيت خصنا نتفاوضوا معاه، راه كون بغاو يجيبوه غير يجيبوه. دابا الان الرجاء كان عندها مشكل في اللاعبين، عندها في التركيبه البشريه، لانه ذهاب لاعبين اللي كانوا مميزين كنظن انه كون كان رحيمي وكون كان مالونغو كان غيكون فوز. الحاله الماديه والازمه الماديه هي اللي بتضطر ان انت النادي يقدر احسن اللاعب ده عنده عقد، لو ما قدرش يجدد له مش هيقدر يطلبه يعني جاي له عروض اكبر، جاي له عروض اكبر شده. ما تقدرش تشده ولكن خصو يكون بديل. لا هو بديل، ما هو كان بديل، كان بديل مش كاين بديل ديال عندك رحيمي دي جوغ لوندو. ما ممكنش عندك ازمه ماليه طاحنه وبتهدد النادي. فانا الاستقرار حتى على المدرب، يعني الناس بتتكلم على الشابي، الشابي جه خد التورته جاهزه من السلامي يعني نكل بس عمل فرقه كبرى وما لا بس عمل فرقه واحد كيعطي الواحد لا بس عمل فرقه. يعني انت بتكون واصل للقبل النهائي في كاس العرب والكونفدراليه للقبل النهائي ويجي مدرب جاهز هياخدهم جاهز. انت عندك راه في انتقادات كثيره حتى هو انا دابا راه كاين واحد السكيزوفرينيا يعني. راه حيت شحال واحد انتقد حتى الشابي حتى في التصريحات ديالو كيقول لك كيفاش هو كيطلبوا منه كيفاش شفتي المباراه تقنيا كيبدا يجبد له في الاحصائيات. عمر الرجاء 10 سنين ما ربحات ما دخل البطوله فاش ربح برشيد وبزز دونك حتى هو كانوا عليه انتقادات. ومن الاسباب اللي يمكن نجحات انيس محفوظ هي انه قال له مودي انا الى صوتو ليا انا غير المدرب غير المدرب قال المنخرطين هو قال المنخرطين ياك. ولكن دابا هو قال لهم غنغير المدرب الا صوتو ليا. هذا الخطاب ديالو كمان في نقطه حسن. دابا ولا المنخرطين بلي يجمعوا عليه قال لهم انا غادي نغير المنخرطين. ما هو يقدر يغيرهم غيرهم لا لسبب واحد ان 130 واحد 130 منخرط هو اللي بيحدد رئيس مصير. نادي مصير راه نادي زي كده. احنا الاهلي 350 الف منخرط ولكن نظام الانخراط مختلف. الانتخابات كيكون بحال الانتخابات الرئاسيه ولا الانتخابات ديال النظام مختلف. النظام مختلف ديال الانخراط ديال الاهلي ديال مصر ماشي بحال ديال المغرب. لا يفتح الانخراط. انا قصدي انا عاوز يفتح الانخراط 20000 درهم عند 120 فرق اخرى. فريق مغربي في الدرجه الاولى انا حضرت جمع العام الجمعيه العموميه عنده 12 منخرط 12 الصف الاول اول حتى في الصوره ما بانش شاد نظام الانخراط. نظام الانخراط في مصر سي حسن يرجح صوت الرئيس. صوت الرئيس سي حسن خاص شي هذا اقتراح يشرحوا لنا نظام الانخراط حيت ما يمكنش 350000 منخرط كتخلص. لا انا متفق معك على الارقام. كتخلص مقابل 20000 درهم مثلا مغربيه باش نخاط في النادي الاهلي. كاين طبقات واخا ماشي الانخراط 200 درهم كتسمى منخرط. الاهلي في ورطه بسبب تزامن كاس العالم للانديه كاس العالم للانديه مع كاس افريقيا. احنا في ازمه كابتن حسن يعني من يعني عندك خيار تشارك هنا لا احنا عندنا ازمه بقالنا 3 سنين. احنا بيديرنا لجنه عباسيه لاتحاد الكوره. احنا من اضعف الاتحادات الاهليه دلوقتي في القاره اللجنه الثلاثيه يعني احنا يعني عبس حتى انا طالبت ان الاتحاد الكوره اللي يجي يشوف يعني انا بحيي هنا البطوله الاحترافيه منتظمه ولها قواعد لا احنا هناك فوضى وواحد بس هو اللي بيتحكم في الامور دي. هو في انتخابات في 5/1 ان شاء الله اتمنى ان يجي قائمه تطور في الكره المصريه.
اما الاهلي انت مشكله كبيره ضغوطات هما كياخذوا على ضغوطات بزاف. لا ما هو فاش يعني فاش كان مثلا مرتضى منصور والقصه الشهيره ديال يعني الحافله ديزم الكوبري طيب يعني مستوى رديء جدا. احنا هنا هنا في مصر الانديه اقوى من الاتحاد، هنا لا الاتحاد اقوى من الانديه. هنا في نقطه كبيره قوي لازم نعرفها عن الكره المصريه، يعني احنا متابعين هنا بوريده اللي هو في مكتب تنفيذي هو اللي بيجيب بيجيب على مزاجه في اتحاد الكوره، يعني شله كده بقالها من 2010 في الكواليس من 2010 واحنا من 2010 واحنا مش موجودين على الساحه الافريقيه على المنتخبات. انا بتكلم عن اما الوحيد الاهلي هو اللي مخلينا صورتنا في الواجهه، الاهلي المؤسسه الوحيده. الوقت فيه مشكله كبيره، حتى رئيس الاتحاد احمد مجاهد طلع يقول لك ان شاء الله الاهلي هيلعب بكامل قوامه. كان في لقطه كده في كاس العرب هو قاعد مع افنتينو، طب ما كان عندك في القاهره وانت ما قدرتش حتى تقول له ان في تضارب في الموعد انت جاي تحتفل بيه ويلبس تيشيرت مصر ويلعب وانت مش قادر حتى تعرضه حتى تفرض شيكابالا شيكابالا. فهذا الاجواء كلها الاهلي فيه ازمه كبيره. بس انا اقول لك انا قلتها في تصريح، قلت الاتحاد الكوره بيراهن على خروج المنتخب من دور الثمانية ما هو ما الى هذا الحد ما هو لما يقول له كده الاهلي هيلعب بكامل قوامه والمنتخب يلعب بكامل قوامه معناه انه سيضحي خلاص. طيب وصلنا الان لنهايه الشوط الاول من هذا اللقاء الحواري، سنواصل بعد الفاصل. في المحطة الثالثة من هذا اللقاء الحواري سنتوقف عند الدوري المحلي، ما محل الدوري المحلي من الإعراب في ظل اللائحة الجديدة للناخب الوطني وحيد. سي يوسف، المغاربة يعتقدون من خلال مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي أن لائحة المنتخب الوطني الأول تعني ما تعني بالنسبة للدوري المحلي، وتعني أكثر عدم جاذبية الدوري وأنه ليس بالضرورة خزانة للمنتخب الأول. وحيد داليلوزيتش منذ البداية كان عنده موقف، شاف الماتشات في البطولة، تابع المباريات، يعني شاف باللي إلا كان باغي يربح فعوامل النجاح كانت هي اختيار لاعبين جاهزين، لاعبين مغاربة كيزاولوا في أوروبا. واش كيتقال بأنه واش هاد البطولة نكملوها ولا نسدوها مازال كياخذوش من المنتخب؟ شوف ما خصناش نشوفوا من الناحيه العاطفيه، بعدا خصنا نشوفوا من الناحيه المنطقيه وديال القانون. هو انه الا كان فريق، لان كنعرفوا بان بعض الفرق المغربيه عندهم لاعبين اجانب كيلعبوا مع المنتخبات، اكيد ما غيكونوش جوج ثلاثه في الفريق مثلا كيكونوا لاعبين مؤثرين، بحال دابا فريق الجيش الملكي لاعب ديال كاب فير عيطوا عليه باش يشارك في كاس افريقيا، وهو لاعب بورغيس مدافع اوسط مهم داخل المنظومه. مثلا فريق رجاء الرياضي انس زنيتي مهم بالنسبه لفريق رجاء يلعب به. واش كاينين بعض، انا ما عنديش الاحصائيات، واش كاين بعض اللاعبين الاجانب كيكونوا جوج ثلاثه في الفريق خصو يوقف ما يلعبش؟ زنيتي راه الحارس الثالث في المنتخب، ولكن غادي يمشي يلعب في الكان والرجاء يلعب لا به. قلت لك مهم ما يلعبش، غيمشي لا، قلت لك مهم لفريق رجاء الرياضي انه يلعب بزنيتي في البطوله. هادشي علاش كنقول لك غيكون لاعب اولا جوج يمكن ما نوقفوش البطوله، هذا قانونيا، ولكن من الناحيه العمليه واش انت المنتخب المغربي ديالك لاعب في الكان وانت لاعب البطوله، هذا كيبقى يعني كتبقى مساله مفارقه. غير هو كيبقى وحيد راه عنده، راه قالها في الندوه، قال باللي انا شفت وكنت في قطر وشفت اللاعبين المحليين، كاينين شي وحدين قال لك لي صدموني، دونك هذا امتداد الفكر اللي عنده على اللاعبين ديال البطوله. ربما يقصد اشرف بن شرقي. وحيد هو وحيد لوحده، تفكير لوحده، هو اسمه على مسمى. شوفها يا كابتن حسن، المنتخب الدوري البطوله الاحترافيه فيها لعيبه على مستوى عالي جدا، وبدليل ان هم محترفين في انديه كبيره في الوطن العربي، يعني الزمالك لا يقل عن اي فريق في اوروبا، الاهلي نفس الطريقه، يعني الاهلي احتكاكاته قويه جدا، بطل عصبه مرتين،
لاعب في كاس العالم الانديه وهيلعب كاس العالم الانديه. يعني لو تلاحظ بدر بنون من احسن اللعيبه اللي جم صفقات للاهلي وتطور مع الاهلي. كان انا كان قبل سابقا كان في تصريح للمدرب المغرب لك بدنيا ضعيف حتى مصطفى حجي. الكره مش بالجسم، الكره دايما لما يكون عندك لعيب بحجم بدر بنون وفنياته خساره كبيره، خساره كبيره للمنتخب المغربي. في وهسالك سؤال، المدرب الاجنبي ضاف ايه للكره المغربيه؟ يعني ايه الانجاز، ايه الانجاز اللي عملوه للمنتخب المغربي؟ المنتخب المغربي مع بدو الزكي هو اللي كان هيقدر ياخد الامم افريقيه في تونس 2004. عموته انا كنت اتمنى ان كل يدعم عموته مش يهاجم على عموته. عموته عمل فرقه كويسه جدا منسجمه، فيها انسجام جدا كامل، فيها لعيبه كبار جدا، يعني لعيبه كبار ما جيش على مباراه ومع ذلك يعني مستواهم هابط. ولكن حتى الجزائر ما كسبتناش، يعني الجزائر كسبتنا في ضربات الجزاء، يعني احنا رجعنا مرتين. انا كنت نفسي يعني المنتخب ده ابنى عليه، ان انا ولا واحد في البطوله الاحترافيه، البطوله الاحترافيه قويه جدا غير ممكن تبني عليه على قبل على بعد شهر من المنافسه. شوف يا يوسف، شوف يا يوسف منطقيا لا ولكن المؤشرات كامله، المؤشرات الكامله كتبان بان راه ما غيبني على حتى حاجه عنده القناعه ديالو. اسمح لي يوسف، يمكن تغير، اسمح لي المنتخب المحلي كاين انجاز. اسمح لي يوسف، شوف الاحتكاك اللي عمله وحيد والاحتكاك اللي عمله عموت. واحد احتك مع مين؟ مع السودان وغينيا، وبقينا في التصنيف الاولاني. غنجاوبك نفس المنطق، لا لا الجزائر واحد نفس المنطق في كاس العرب، راه مين لعبوا مع فلسطين والاردن والسعوديه، مين لعبوا مع الجزائر راهم خسروا. لا لا خسروا، خسروا ضربات جزاء. هذا المنطق طبقوا في اتجاهين، لا بس خسروا بضربات جزاء. مازال نقدر نقول لك لافونتاج اننا لعبنا في المغرب. نقول لك ان المنتخب المحلي هو الوحيد الذي الذي خرج بضربات ترجيح بدون هزيمه. يعني انا قصدي هم كويس. انا بشوف ان منتخب البطوله العربيه فيها لعيبه، وانا قلتها مرارا في كذا منصه، المنتخب المغربي المفروض هدفه الهدف الاساسي ليه ان هو يفوز على كاس، يفوز بكاس افريقيا. يعني احنا 76 فيها لعيبه، فيها يعني قصدي فيها لاعبين كواليتي عالي طبعا، مستوى عالي جدا. ربما واحد بن حليب، انا بن حليب في المنتخب. انا غنمشي في واحد الاتجاه اخر، هو الانشاء ديال المنتخب المحلي في الاول. حنا كنا كنعتبروا انه خزان الفريق الاول في الاول في الانشاء ديالو، هذا هو علاش اختيار داكشي اللي غنجيب التسلسل. اصبح خزان ديال السكر في اخر حوارات. انا ضد كلمه محل، اصبح خزان ديال السكر. اخر حوارات دابا دارهم وحيد ودارهم عموته، فما كاينش واحد الانسجام بيناتهم. فانت مدرب ديال الفريق الاول وانا مدرب ديال الفريق الثاني، فخص يكون الانسجام بيناتنا، خص يكون تواصل، خص يكونوا تقريرات مع جميع المنتخبات، على كل اللاعبين، جميع المنتخب. انا كنهضر لك انا دابا اللي هنا راس الهرم، المدير الرياضي. انا كنهضر على راس الهرم اللي هو المنتخب الاول، مدير الكره. فين هو مدير الكره؟ هنا غنشوفوا بانه حارس المرمى. وحنا في الزمن القريب كنا كنتكلموا على ازمه حراسه المرمى في المغرب، فالان حارس المرمى هو اللي كيمثل البطوله الوطنيه. 13 لاعب اللي بالمجموع ديال اللاعب اللي كيمثلوا البطوله الوطنيه في كاس افريقيا، اللي منهم اللي ذكرتوا ديال الجيش الملكي ولاعبين اخرين. ف 13 لاعب في البطوله الوطنيه، فلاعب واحد مغربي اللي غيمثل المغرب هو انس زنيتي اللي هو حارس الثالث. الحارس الثالث. هنا غنهضروا على كيفاش تنشا، كيفاش غتمشي هذه السيروره، كيفاش تكلمنا من بعد الشان وعموته في التصريح ديالو راه باقي بانه غيعتمد على اللاعبين ديال ايفان تروا. في جات كاس العرب فتبدل كل شيء، كانوا لاعبين اللي عندهم 30 سنه 29 سنه 31 سنه. ووحيد شاف وكان حتى هو دلا بالتصريح قال بانه اللاعبين ديال المنتخب الوطني كيلعبوا رياضه اخرى، وهذا الشيء كنا عرفنا وكنا عقبنا عليه. ولكن الان في نعطى اللائحه، فكان متاكد بانه لاعبين ديال المنتخب الوطني في مشاركة كاس العرب وفي النهار الكبير متاكد انه مسجل مع قناعاته. لا تناقض غير باش نجاوب الزميل المصري، هو انه راه عموته براسو، راه الا شتي لا ليست اللي مشى بها كاس العرب، راه يلا 11 ولا 12 من اللاعبين المحليين كلهم شي لاخر من دوريات محترفة. من تعتاد بلاتي خليك منك مين خليته؟ لا بلاتي عربية، ما هو ما خليش نقول لك يعتبر محلي. غير باش نقول لك، لا شوف غير باش نقول لك، باللي راه حتى القناعة ديالو ديال اللاعب المحلي، حيت شحال من لاعب محلي بان وكانوا انتقادات انه كان من الممكن ياخذ
اكثر من 12 باش على الاقل تعطي قيمه للبطوله. هو ملي كان مطالب بالنتائج راه تقريبا خدا بلاتي خدا 14 محترف في الدول العربيه و يعني العدد والعدد العدد اللي كان كيدخل تيتولير في لي 11 دو ديبار راه بانت. دونك هادشي اش كنقول لك عموته براسو ما امنش بال 50-50 لا لا وتراجع في الشهر لا لا الشهر 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 علاش المفروض عليه انه ياخذ 23 لاعب من البطولة وخدوا يعني احنا لما وهادو خدامو من الدبي لما الرجاء ياخذ الكونفدرالية والوداد ياخذ بطولة افريقيا والاحتكاك الافريقي ده لازمته ايه؟ وانا اجيب واحد قاعد في اوروبا وبيلعب في اجواء سهلة واحنا في اجواء صعبة لازم تجربة الحفيدي تجربة جبران تجربة اش نقول لك النهيري تجربة زنيتي ماذا اش داروا مثلا امام المنتخب الجزائري اللي كان من المفروض يكونوا لا انا رجعك بالتاريخ هرجع معاك بالتاريخ في جنوب افريقيا لما كنا محتاجين نفوز على جنوب افريقيا المغرب محتاج يفوز على جنوب افريقيا وفوزنا 2-0 وبهدف حافظي وكان التوصي هو اللي ماسك 2013 وما كانش منادى عليه لا مش ابن عيشة لا توصي توصي وما كانش منادى عليه حافظي لا لحظه والمحترف من بن عطيه احرز هو السبب في التعادل وبرضه المحترف بن عطيه في 2017 مع مصر كهرباء احرز الهدف وكان المغرب مسيطر تماما فالاخطاء وارده اما انا بقول الاخطاء وارده في الكوره بس انا دايما بقول المغرب مش هياخد المفروض الهدف بتاعه والدرجه بتاعه انه يكون يحصل على البطوله الافريقيه مش معقول من 76 المغرب بكل اساطيره ومحترفينه وما ياخدش البطوله يعني تعال نبص لمصر تعال نبص للجزائر في توليفة بين المحليين وبين المحترفين لازم يكون احنا كنتكلموا على مساله من جهه اخرى لان اللاعبين المحليين في كيسير كاس افريقيا فهم كيرجعوا للمغرب عكس المحترفين فهم كيمشيو ديريكت يعني كيمشيو كيرجعوا للفرق ديالهم وما كيكونش واحد الضغط عليهم عكس اللاعب المحلي فاللاعب المحلي كيكون عنده واحد يعني واحد كيبغي يبين حيت كان شحال هذه كان كيوضع في الحساب ديالو انه غيرجع لعندنا وغيتلاقى مع واحد الدرب الاشكال هو ان الدوري المغربي كان كيصدر لاعبين اوروبا ومن اوروبا كيجيو المنتخب الوطني هنا كنا كنتمنوا انه هذا يتم المنادات على بعض اللاعبين باش يكون عنده بوابه نحو اوروبا فبقى لا احتراف من الفروع الفروع العربيه هي اللي ولات مصر واللي ولات كتاخذ لاعبين السعوديه الامارات قطر ولكن باش تحترف يعني الاوروبا فكاين واحد عمل كبير خصو يتقام هنا في المغرب راه هضرتي على ضعف ديال البطوله ما فيهاش لاعبين لانه كاين ضعف التكوين راه هضرنا على التكوين بزاف المرات حتى التكوين التكوين ولا كيتبرع منا حنا لان تكلمنا عليه بزاف فالتكوين ما هو تقني ما هو بدني ما هو عاد نهضروا على ما هو اللي تكلمت على بن حليب وعلى ما هو ديني اللي هو اشكال كبير اللي كيعاني منه اللاعب المغربي. طيب بعيدا عن جدل المحلي والاول الدوري والاخفاقات وما بعد نكسات قطر الكره المغربيه تقتل وفاة مشجع رجاوي في أعقاب خسارة النادي الأخضر أمام الأهلي. مع زميلين محمد خير وعمر الوردي روبورتاج حول هذه النكبة ثم نواصل النقاش. حي المكان سادة واحد دار البيضاء وحد الحزن الجميع بعد أن فارق مصطفى المشجع الرجاوي الحياة إثر سكتة قلبية أوقفت نبضات قلبه بعد الخسارة التي مني بها فريق الرجاء أمام الأهلي تاركاً طفلتين في عمر الزهور وأماً مكلومة تروي بمرارة لحظات تلقيها الخبر خارجة بليا الخبز قال لي هاك أمي ديري الكسكروت أنا مشيت للقهوة نتفرج في الراجل قلت لي معاش لعبة قال لي مع الستة مشى صليت المغرب جاوا الدراري قالوا لي راه ولدك طاح راس خف جابوا راس خف اعطيته الماء درت له واحد شويه الريحه والو هزوا الدراري بالموتور داو للسقاط قلبوا الطبيب قال لهم راه مات وكان طالبوا بنادم يتعاونوا معاني يتعاون على هاد البنيات راه ما كاين اللي يخدم عليهم ما كاين حتى واحد راه هو اللي كاين هو اللي كان خدام معنا في
فهذه ديال النظافه. مشينا ريحنا كنتفرجوا عادي بخير على خير، ماركات الراجل بيت فرحانين في القهوه ناشطين كنحتفلوا بالبيت، كنتسناو في الماتش يسالي باش نخرجوا نحتفلوا في الدرب كيف ديما باللقب. شويه كنتفاجئوا بالهدف ديال التعادل ديال 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 الاهلي، صافي ناض الدري وقف مسكين طاح برك في كرسي شاد قلبه، خرجناه كنجريو ما لقيناش اللي غيدي للسبيطار، ما غتجي فين الدراري اللي عندهم طوموبيل ما يجيو فين يجيبوا الطوموبيل، بزاف هزينا موطور سقاط وصلنا قالنا انا لله وانا اليه راجعون. داخل بيت مصطفى المتواضع يشهد عالم الرجاء على ان الراحل كان متيما بالنسور. من خلال صوره يستحضر أصدقاؤه لحظات الفرح والحزن التي قضوها مع مشجع ترك وجعا في القلوب ودموعا تنهمر من حسرة الوداع الأخير. بحال ما كفرحانين والأجواء زوينة، الرجاء ربح بواحد الزيرو تمارك البيت ديال الرجاء، ناض فرح معنا ملي قرب الماتش يسالي تمارك البيت التعادل ديال الفريق الأهلي. هو ما قبل من ما يتماركا هو بدا كيغوت، لا ما تدخلش تما ديكاجي البالون ديكاجي، مع تمارك البيت ما تقبلهاش، شد القلب ديالو وريح وقال لنا انا ما قادرش نكمل انا الماتش، ما قادرش نتفرج في البيلانتيات. زدنا معاه شويه دخلنا عند الام ديالو باش يشرب الماء، قال لا ما قادرش، قال لها باغي نمشي للسبيطار. هنا هذه المنطقه هذه الا بغينا نعيطوا على الامبيلونس هنا عندنا كيعطل، شي حادثه تسير ولا شي حاجه ما كتجيش الامبيلونس كتعطل. هذاك الشيء اللي خلانا نشوف واحد الدري من الموتور سي 90 وركبوا واحد الدراري الوسط وشدوه وداو للسبيطار. ملي كيوصلوا بحال ما كان السبيطار خرجوا باش يجيبوا لي قرعه الماء، كيرجعوا كيتفاجئوا كيقول لهم راه السيد اللي شفتوه راه توفى. كنتمناو من هاد الناس تعاونوا معاه، لا الوداد لا الرجاء لا بركان لا الجيش. دابا هذا المشكل ما بقاش ديال ما بين الجماهير، حنا خوت، حنا اللي كنتمناو هو هاد السيد راه كيحب هاد الفريق، وعلى قبل ما تفلق هو على قبل هاد الفريق من تمارك الهدف التعادل هما الدري كانوا معاه، من تمارك الهدف ديال التعادل السيد ضروا قلبه وسميتو جابوه للدار بغى يشرب الماء ما بقاش هبطوا للسبيطار. كنتمنوا جميع اللعابه ولا الجامعه ولا المسؤولين ولا اي واحد باغي يدير شي خير، مصطفى الله يرحمه، ولكن غادي الخير في هاد الوليدات اللي بقى وهاد الام ديالو اللي مرا كبيره ما تقدرش تخدم. كنتمنوا ها هو شوف شنو دير هنا، ها هاي شتي شنو دير مصطفى هنا، لان هاد السيد كيحب هاد الفريق والدري درويش نقي. في جنازه مصطفى التف جميع المناصرين من مختلف الاطياف لإلقاء نظرة الوداع على روحه الطاهرة، فإن لله وإن إليه راجعون. إن لله وإن إليه راجعون. رحم الله الفقيد وألهم داويه الصبر والسلوان. كلمة أستاذ عزيز. بصراحة حسن أنا ما سمعت الخبر يوم الماتش، كنت أنا في الاستوديو، يعني حالة من الارتباك، ان ضريبه يعني ضريبه الناس ديت تفرحتهم كلهم هي كوره، حاجه بسيطه بتفرحهم. فاتمنى من القائمين في الرجاء يقدروا يعمل لهم زي ما الاهلي، يعني الاهلي قبل كده في يعني دايما بيقدم ايد المساعده لهم وبيعمل لهم رواتب شهريه حصلت. اتمنى ان الناس تعرف ان اللعبه دي لعبه ترفيه، يعني ترفيهيه واستمتاع للناس، الحياه كلها استمتاع. فكتر العناء دي والتعصب دي حب كتير للكوره، يعني دي مشجع واحد من ضمن الملايين نفس الطريقه، يعني حياتهم كلها هي فرحه الكوره، فرحه يشوف فريقه فايز. فنتمنى ان ربنا يرحمه ويا رب يكون في الجنة يا رب. ليس هو الأخير طبعا، ولن يكون، ليس هو الأول ولن يكون هو الأخير، حالات عديدة ديال مشجعين حتى لاعبين حتى مدربين يعني الكرة تقتل. بالفعل وحنا كنا كنقراو العناوين شحال هادي ممنوع على مرضى السكر، ممنوع على مرضى القلب، وما كديوهاش فيها، وما كديوهاش فيها. بالفعل فالكره ولات كتاثر واحد، كاين مباريات اللي كيقول لك ممنوع على الضعاف في القلب، الضعاف في القلب. فبحال هاد الاشياء كتحزف النفس. لسه ادهم استحضار اللاعب الاسماعيلي الكبير مدرب فريق وفي اخر لحظه جاب هدف وبيسجد لربنا توفى. بالفعل وشفنا حتى مصطفى ديال تقادة حتى هو كان في مقابله ديال فريق الوداد الرياضي حتى هو كان وفاة المانيه. فانا اللي
اللي يعني اللي عجبني الحال هو انه بعض الفيسبوكيين خصوصا اللي مؤثرين في فريق الرجاء الرياضي فالان كيديروا حمله ديال الاعانه لهذه العائله لانه كتشوف طفلتين بريئتين شنو هو الذنب ديالهم وان الاب ديالهم كيحب فريق اللي يعني تسجل عليه هدف في الدقائق الاخيره ومش يعني الحياه ديالو مشات غتبدل العائله يعني غتولي عده اشياء اللي هي مؤلمه فما كتحضرش تقدر تعبر في هذا يعني اولا من التعزي لا كنقدم هذا التعزي للعائله ديالو اكيد كما قال السي مجيد الخال يعني المصير لدوك البنات هو انه على الاقل على الاقل يتم التكفل ديالهم من ناحيه الدراسه لان اهم حاجه هو الدراسه وغادي تقدر تعطي هذوك البنات على الاقل على الاقل يضمنوا شيئا ما المستقبل ديالهم لان الاب اللي كان خارج يخدم راه ضروري كان خارج على قبل دوك الوليدات باش يضمن لهم على الاقل مستقبل افضل من ما عاشه المرحوم المحب الرجاوي. اللاعبه كابتن يوسف يعني اللاعبه ذات نفسها المفروض يعني دي 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 مبادره مبادره منهم يعني أكيد. انا بحيي غادي تكون شي مبادره غير فاش حنا كان دخول الجمهور كتخصص لو 1% من 1% من الراتب الشهري هذه الجائحه ما خلاتش يعني لو 1% من الراتب الشهري كما قال سي مجيد كان دائما مثلا في شي مباراه كيكون مدخول ديال ديك المباراه مخصص للعائله عائلة الفقيد او جزء منه الجائحه يعني غيرت الكثير من الاشياء بغيت حضرت فرض تذاكر افتراضيه باش الجمهور الرجاوي تاوي يعاون هاد حيت شحال واحد كيقول غنعاونو ولكن غير الهضره والكلام راه غير كدوز هاد كدوز المرحله كيولي يقول لك اش جبت في المدرب اش جبت في اللاعب واش سيتي تولي كيرجعوا الميركاتو كيرجعوا الميركاتو راه لازم تلك المبادره من رئيس الرجاء يعني لا انا بنشده ان الناس دي ان دي واحد يعني في حب الرجاء توفى استاذ عزيز المشكله في كره القدم المغربيه وفي الانديه المغربيه لا وجود لمصلحه اجتماعيه في اي نادي من الانديه المغربيه بما في ذلك الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم المؤسسه والهيئه الاجتماعيه الوحيده هي مؤسسه محمد السادس الابطال الرياضيين النادي لا وجود لخليه اجتماعيه هي اللي تتكفل بمثل هذه الحالات الحالات راه ماشي غير في المشجعين راه في اللاعبين راه في المدربين راه في قدماء اللاعبين راه كاين قدماء اللاعبين اللي مشاو لدور المسنين هادشي ما عندناش حنا عندنا خليه ديال انتدابات عندنا علاش راه حيت علاش حيت كاينه سميتو النتيجه يوم الاحد هي اللي كت يعني ديفيني لا بوليتيك مويان لون تيرم مالوروزمون دونك حيت علاش حيت كلشي كيدير الضغط كلشي كيدير الضغط على النتيجه ما كيخليكش فين تقدر مثلا تشوف مشاريع اخرى كما قلتي ديال لي زوفر سوسيال علاش لانهم راه كيتقاموا حتى هما خصك تمولهم ممكن تمولهم من الجمهور هو دابا تمولهم من المستشارين راه كاين بزاف كيفاش دير الدعم هذاك المستشار اللي عندك الا قلتي ليه غادي تزيدني واحد المبلغ مالي راه غادي يكون في هذا الكونت ديال السوسيال راه حتى هو ليماج دو مارك ديالو غير يمكن 100% انتدابات ولا 2% من انتدابات حنا كنشوفوا سي حسن حنا كن الكره المغربيه راه داك النهار قلتها لك التكلفه ديالها كدور اكثر من داكشي اللي كتربح هو في حاجه معموله في هذه الجائحه خصنا نستافدوا منها في حاجه معموله في اللائحه بتاعت الاتحاد ان اي لعيب او العقد بتاعه بيتخلص الاتحاد بياخد منه 1% من العقد وبيتوجه للصندوق للاعب القدماء للحالات اللي هي موجوده زي ديت لازم ترتيبات لازم تتعمل ان اللاعب القدماء كار باش يكون الكار اوتوبيس ولا حافله ما كيلقاوهاش حافله باش تمشي يلعب في شي تكريم ولا شي حاجه ما كنلقاوهاش عاد نهضروا حنا على الدعم للاعبي القدامى حنا مؤخرا ولا كنشوفوا حالات كثيره ديال اللاعبين اللي ما بدون ماوى بدون مسكن المؤسسه اللي هي حتى هي هيئه نقدروا نسميوها هيئه هي فيها شويه السوسيال هي اقتراح من المبره اللاعبين الدوليين السابق يعني ولكن راه كاين اشكال دابا لحد الدوره اللاعبين اللي كيمارسوا دابا ولكن الاشكال الروسي هو اللي رئيس ديال اللاعبين القدامى هاد الجمعيه اللي مابقاش اجتمعت من هذيك الوقت اللي حنا عرفنا كاين شي مشاكل راه مابقاش الجمعيه كاع مابقات لك اجتماعات لا والو دابا هذه الشمتيه في الجامعه اللي ما عندهاش لا هي النيبت هو اللي كنظن النيبت هو اللي كان كيمثل اللاعبين القدامى هو باقي وعز المدرب راه كيمثل المدربين ولكن واش كيكون حديث على اللاعبين القدامى ولا الوضعيه ديالهم ولا الاشياء ما عنديش شيء عندك شي كلمه اخيره باش نختموا هذا اللقاء الحوار هو كلمه اخيره هو انه نتمنى واحد السعيد للمنتخب المغربي في كاس افريقيا وكما قال الاخ المصري هذه تقريبا من 76
ما شفنا كأس. نتمنى على الله أننا نمشيو لأبعد نقطة مهمة هي النهاية ولما لا الفوز بالكأس. نتمنى أننا نشوفوا هذا الكأس وهاد الناس اللي ساهموا في الكأس الأول باقين أحياء، لأن راه كيتناقصوا. أنا شفت التشكيلة ديال المنتخب اللي 76 للأسف تقريبا واحد خمسة ديال العناصر ماتت، بما فيها المدرب وحتى المعلق الرياضي اللي مشى معاهم مات. كلمة أخيرة طبعا أقول للجماهير الأهلي ألف مبروك، وبطولة مهمة جدا. برضو أقول هارد لك للرجاء وجمهوره، الرجاء قدم مباراة قوية جدا. أما على ناحية المنتخبات أنا يعني أتمنى طبعا المنتخب المصري والمغرب يوصل للنهائي، ولكن أشك إن هم يتعدوا الدور الأربعة. حتى المدرب يعني المنتخب المغربي لا يتقاسم أي حاجة، حسن العدل الأمنية معك. العدل آخر كلمة باختصار سي مجيد. كنت منا أن فريق الرجاء الرياضي ما يتأثرش بهذه الهزيمة الأخيرة ضد فريق الأهلي. وبالنسبه للمنتخب الوطني كنتمنى له مسار موفق، لانه كما تكلمت يا سي حسن على كاس الوحيده اللي عندنا في 1976، خص خزانه ديال الجامعه الملكيه اللي موفره بزاف ديال الظروف باش النجاح، ولكن ما باقي ما وصلناش لهذاك الشيء اللي كنطمحوا ليه. ونتمنوا باش ما يموتش شي مشجع اخر، لان للاسف كنشوفوا هذه الحالات، كنتاسفوا كثير على هذا العشق، هذه الدرجه ديال العشق اللي بين المشجع المغربي، وهو بسيط يعاني من الهشاشه وينسى هشاشته وينسى احزانه من اجل مباراة كرة كما قلتي الفرجة. شكرا لك مجيد، شكرا لك عزيز، شكرا لك يوسف. وبهذا كنوصلوا لنهاية حلقتنا اليوم من برنامجكم الأسبوع الرياضي. نتلقى معكم في حلقة قادمة مع ضيوف آخرين ومواضيع أخرى. إلى ذلك الحين لكم من يوم الطاقم البرنامج طيب المنى، إلى اللقاء.